كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد وكيف ما شفتوا في العنوان غنشارك معكم واحد التحدي. درت معكم فيديو ديال اطول اظافر وغادي نشاركهم معكم، غنديرهم وغادي نخرج بهم وغادي تشوفوا النهار كيفاش غيدوز عندي بالاظافر. واخا انا من النوع اللي ما كنبغيش ندير الاظافر يكونوا طوال بزاف، يعني القد ديالي غيكون قد بحال هكا. اطول اظافر درتهم كانوا في هذا القد هذا، ودابا غنديرهم غيكونوا طوال اللي في هذا الطول هذا. هادو كنت شاركتهم معكم، كنت خديتهم من علي اكسبريس، ما عمرني جربتهم، يلا غنجربهم اليوم غنشاركهم معكم. غادي نلصقهم بالكولا سبيسيال او الكولا ديال 5 دراهم اللي هي هذه، وغادي نشوفوا النتيجه كيفاش غتجي، وكذلك غادي تشوفوا فاش غادي نخرج بهم كيفاش غادي يكونوا وكيفاش غنتعامل معهم. صراحه غيكون تحدي اللي قاصح شويه بالنسبه ليا، كما قلت لكم الاظافر طوال ما عمرني جربتهم، غنجربهم معكم وغنشوفوا الفيديو كيفاش غيكون. اول حاجه غدا نلصقهم بهذا الكولا كما قلت لكم. هذه كنت ديجا شاركتها معكم من عند الناس ديال 5 دراهم، الصراحه زوينه. كيبقاو الاظافر ديالكم الا درتو واحد الكونتيتي شويه كثيره وخليتوهم تنشفوا مزيان، يقدروا ما يطيحوش، ولكن ما خاصكمش ديروا بهم شي ايفور لي يكون كبير، يعني ما خاصكمش ديروا لهم هكا او لا تقيسوا شي حاجه يقدروا يطيحوا لكم. المهم غادي نشوفوا اليوم ما ربنا ما يطيحوش ونكملوا التحدي حتى الاخر. هانتوما البنات غنحلهم معاكم باش تشوفوهم، وتقريبا طوالين هانتوما، ما بغاوش يخرجوا. ها هما بالنسبه لهادو البنات تقريبا فيهم 24 واحد. غادي نقادهم على يدي، كل ظفر غادي نديرو فوق الظفر ديالو، نقادهم كيف ما على العبار ديال كل ظفر، وغادي نرجع لكم باش نلصقوهم مع بعضياتهم. ومن بعد ما قديتهم على كل ظفر غادي نبدا دابا نلصقهم. غادي ندير هاد الكوله هادي كما شفتوا هنا فيها الشيطه، غادي نديرو على الظفر ديالي، وغادي ناخذ الظفر حتى هو غندير عليه واحد الدقه اللي شويه تكون رقيقه. وغادي نبدا نلصق كما شفتوا بحال هكا. غادي نكمل اليد كامله، ندير اللصاقة ونهز الظفر، نهز الظفر حتى هو، ونلصق كنبرك عليه واحد شويه بحال هكا. هانتوما غنكمل يدي كامله وغنشوف كيفاش غادي نقدر نكمل اليد الاخرى، حيت الصراحه بانوا لي طوال. هانتوما البنات كتشوفوا اليد الاولى، غادي نكمل حتى اليد الاخرى. شوفوا البنات الشكل ديالهم، الصراحه كيبانوا طوال بزاف. قولوا لي كيفاش جاكم، وكذلك واش تقدروا تخرجوا بحال هكا. صراحه انا جاوني شويه كبار وفي شكل، كيفاش غندوز بهم النهار ما عرفتش، وصراحه كيبانوا لي بحال ما ملصقينش مزيان. غادي ندي معايا الكولا سبيسيال في ساكي باش حتى الا طاح شي واحد نعاود نلصقو ونكمل النهار ونكملو التحدي مع بعضياتنا. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. شوف البنات ما بقيتش قد حتى نحل، حلي لي شكرا. ما قدرتش البنات نحل حتى الباب، حتى البنات هربوا عليا وخلاوني ماتوا عليا بالضحك، وحتى ما بغاوش يتمشاو معايا في الطريق، قالوا لي كتبيني بحال شي شريره دايره دوك الضفار. والصراحه عذبوني ديال بصح، طاحوا لي تقريبا شي 3 وعاود تلصقتهم في الطوموبيل
اوه هبطنا باش نمشيو ناكلو شي حاجه. كنقلب هنايا باش ناخد شي حاجه اللي سهله في الماكل، وكنقلب على شي حاجه اللي نقدر ناكلها، وكذلك نقدر ما عنكشونيش الدفار، يعني شي حاجه اللي سهله. لقيت هاد السلطه هادي خديتها، وغدا ناخد حتى بيتزا، حيت صراحه كنت مشهيها وهي الحاجه الوحيده اللي نقدر ناكلها بلا ما نستعمل الدفار ديالي. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want. شكون فيكم البنات اللي ضروري هاد الزيت خاصها تكون فوق البيتزا؟ الا ما كانش كنحس براسي ما كليتش البيتزا وما بغاتش تحلي نهائيا، داكشي علاش درت منها بالناقص وبديت كناكل في البيتزا. كيف ما شفتوا هنايا نقدر نتحكم فيها عادي، ماشي بحال شي ساندويتش او شي حاجه اخرى. والصراحه مهم كليت. رجعت لكم البنات من بعد النهار اللي طويل بزاف عامر بالمآسي. اليوم داكشي اللي ما عمرني ضحكت اليوم الصراحه، داز واحد النهار اللي في شكل بعد الدفار هادو. طاحوا لي جوج ديال الدفار هنايا، وكذلك طاحوا لي شي ثلاثه اخرين، عاودت لصقتهم عاوتاني كما قلت لكم ديت معايا الكره سبيسيال باش نعاود نلصقهم كل مره طاحوا. وكذلك دوز نهار اللي الناس كانوا كيشوفوا فيا باستغراب، واخا هما راه ما طوالينش بزاف ولكن كانوا كيشوفوا فيا كيفاش هاد السيده هادي دايره هاد الدفار هادو وكيفاش حتى كتعامل بهم. وكذلك كنت واجهت مشاكل صحاباتي غدا، وكنقول لهم قدوا لي هادي، هزوا لي الساك. كان بصح صعيب عليا انني نتمشى بهم وانني نتحرك بهم، اولا مجرد ان سبرديتي فاش كنت باغا نلبسها فاش كنت خارجه ما قدرتش نلبسها. يعني واجهت صراحة شي حوايج اللي وما في شكل ولكن في نفس الوقت كيضحكوا، دوز بهم نهار صراحة في شكل ولكن تجربة اللي زوينة بزاف وعجبتني. جربوها بحال كتكونوا غير في الدار، جربوا ديروهم كذلك، تحركوا بهم شوفوا واش تقدروا ديروا بهم شي حوايج اللي معتادين اننا خاصنا نديروهم بصبعنا بحال هكا. صراحة هذا هو الفيديو والتجربة اللي زوينة وعجبتني. نتلاقاو البنات في فيديو اخر وفي تجارب اخرين علاش لا، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.